وللقاء مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة وفاء الشربتي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. دكتورة، بداية نرحب بك ونود أن نأخذ فكرة أكثر عن أهمية الخطة التي وضعت لتحويل منطقة لبسيتين والساية وعالي أيضا إلى مدن صحية. طبعا برنامج المدن الصحية هو من أهم البرامج التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ولما ننظر إلى هذا البرنامج نجد أنه يهتم بجميع العوامل اللي تؤثر في الصحة واللي نسميها المحددات الاجتماعية للصحة. فلما نتكلم عن الصحة احنا لا نعني فقط الصحة الجسدية، بل هي تكامل الصحة النفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية. ومن هنا يأتي مفهوم برنامج المدن الصحية، وهذه اللي عملت عليه للأمانة العديد من المحافظات والعديد من المدن في المحافظة الشمالية ومحافظة المحرق اللي الآن في طور الاعتماد. طبعا يسعى تحقيق هذا البرنامج إلى تحسين مستوى الصحة في مملكة البحرين بصورة عامة، وبالأخص في المدن اللي يطبق فيها هذا البرنامج. نعم دكتورة، الآن خبراء منظمة الصحة العالمية اختاروا هذه المناطق وهي عالي، الساية والبسيتين أيضا، كيف لذلك أن يساعد في تعزيز الصحة العامة وأيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البحرين؟ طبعا برنامج المدن الصحية يستهدف تقريبا جميع أهداف التنمية المستدامة، ولكن أخص بالذكر الهدف 11 وأيضا الهدف 3، لأن لهم علاقة بالصحة ولهم علاقة أيضا بتكوين مدن صحية ومستدامة. الآن مملكة البحرين ولله الحمد لها تاريخ مشرف في مجال برنامج المدن الصحية. بدأناها في أم الحصن، كانت أول منطقة في مملكة البحرين تحصل على الاعتماد، وتم اعتمادها في شهور، هذا يعني يعتبر إنجاز في فترة قياسية. ثم المنامة لتكون بذلك أول عاصمة صحية في إقليم شرق المتوسط. الآن إحنا في طور اعتماد عالي والبسيتين والساية. اليوم كان آخر يوم من الزيارات التفقدية لخبراء منظمة الصحة العالمية، وهناك يعني تباشير خير بإذن الله أنه سيتم الاعتماد بإذن الله. نعم إن شاء الله. إذن الدكتورة وفاء الشربتي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.